ريش الشامي مهندسة معمارية تخرجت من الجامعة الأردنية بتفوق وإبداع، اشتركت بعدة مسابقات عالمية وحصدت مرتبة الشرف في 2. تسعى رشا عبر تواصلها مع الطلاب إلى دفعهم للانطلاق نحو العالمية بأفكارهم وأحلامهم. وتشارك رشا حالياً بمسابقة عالمية عن مشروع من تصميمها حول مجمع حديث في عمان يحاكي طبيعة المدينة في تصميمه. رشا، عم نشوف معاكي تصاميم مميزة ومختلفة كمان، احكي لنا بداية عن موهبتك وعن بداياتك بالتصميم المعماري. هلأ صراحة البداية بلشت من أنا وصغيرة، كنت بحب ألعب جيم سيمز، هي فكرتها كانت كيف تصمم بيت لعائلة من الأشخاص وهذا التصميم يكون اقتصادي. بعدين مرت فترات وكذا وبلشت أرسم، بس ما يعني مش كتير خضت بموضوع التصميم والديزاين والفاشن وإلى آخره. وبعد ما يعني بعد مرحلة التوجيهي والكل الفترة هاي بعيشها أي حدا أي شخص، بلشت إنه أشوف وين بدي أروح. فكأي شخص توجيهي وين الواحد بتوجه؟ طب بده يروح طب، بس وكان إلي الفرصة إني أدرس طب خارج البلد أو إني أدرس هندسة عمارة في الجامعة الأردنية. وماما لعبت دور كتير كبير إنه أخذ أدرس أكمل هندسة عمارة هون في الأردن. وهيك بلش إنه أنا أشتغل، ما بدي أحكي موهبة، بس انه لانه ما يعني ما كان عندي هالموهبه الكبيره اللي انا اطورها او اشتغل عليها او عندي اياها من انا وصغيره. لا، انا بلشت انه اشتغل على حالي، وطبعا كمان بمساعده دكاتره عندنا في القسم زي دكتور سنيم، صار عندي هاي اللي نحكي التحفيز انه انا اشتغل واطلع إشي احسن واشتغل على حالي، لصارت زي ما انتم بتحكوا موهبه. لكن هي بالأول هي كانت عمل جاد وطموح إني أعمل إشي يحسن من الإشي الموجود عندنا في التدريس الجامعي. أكيد بكون في تعب ومجهود لما يكون في مشاريع قدام، مثلاً لما بدكم تعملوا مشروع ده بأخذ معكم وقت. هلأ هو بيعتمد صراحة على الشخص وكمية المعلومات اللي عنده وكيف هو بيوظف وقته بطريقة كتير منيحة. هلا اكيد بالاول واجهتني انا كثير صعوبه اول ما دخلت على الجامعه، انه انا مش عارفه شو عم بعمل، يعني ليه عم نرسم. وصراحه يعني وهي كمان حلو الواحد يحكيها، انه انا ما يعني كنت عم بفكر المصري اللي بيشتغل في البناء في الورشه هو المهندس معماري، مش المهندس معماري بقعد في المكتب وبيصمم. فاللي صارت هي انه صرت استكشف اشياء وانه لازم اعرف هاي ولازم اعرف هاي واقرا هاي واخذ هاي وكيف أدمج هدول مع بعض عشان لقدام يسهل علي عملية التصميم. هلأ بالعادة زمان مثلاً كان ياخدني شهر كامل عشان أعمل تصميم يعني نحكي 100 متر، لكن هلأ عشان أصمم 5000 متر أوكي بياخدني 2 أسبوع ماكسيموم، يعني هاي وحتى 2 أسبوع كتير عشان أطلع النتيجة النهائية يعني بطريقة ممتازة. كنا عن إنجازاتك، شو رح تحكينا رشا؟ إنجازاتي، أنا أهم إنجازاتي هو إنه أقدر أساعد الطلاب أهم إشي، وإني أرفع من مستوى التعليم في الجامعة، هذا بالنسبة إلي أهم إنجاز ولقدام كمان في المستقبل يعتبر بالنسبة إلي أهم إنجاز. ثانياً من الإنجازات اللي قمت فيها إني شاركت في كتير مسابقات ورح أضل أشارك في مسابقات كتيرة. واحدة مثلا من المسابقات اللي هلا انا مشاركة فيها الحمد لله انه تأهلت بثلاث مشاريع. شكرا. في نفس الفترة. هلا المشاريع هاي طبعا تحت التصويت لكافة العامة، يعني نحكي لجميع الاشخاص، وكل واحدة من هدول المشاريع بالنسبة لي هو انجاز، لانه حتى لو ما انا فزت بجائزة او تأهلت بجائزة، ليه؟ لأنه هذا المشروع هو عبارة عن تحفة فنية بالنسبة لي as an artist as an architect. كمان هو عبارة عن إنجاز أنا صممته عشان يحل مشاكل معينة.
مثلا واحدة من المشاريع اللي أنا هلأ داخلة فيها في مسابقة فكرة مشروع شجرة الحياة أو التري أوف لايف اللي هلأ متأهلة فيه بالمسابقة، هو إنه ينحط المشروع كتصميم أو كديزاين وكبناء في الأماكن المتروكة اللي فيها مياه. هلأ هو بيشتغل كنوع من الآلات اللي بياخد هاي المياه الموجودة في السايت أو الموقع، بحاول يعمل لها تنقية ويستخرج المواد الثقيلة من المشروع زي البريليوم أو اليورانيوم، ومن خلال معادلات أنا أوجدتها طبعاً بمساعدة الوالدة لأنه ماما مهندسة كيماوية، فوجدت معادلتين كيماويتين اللي بتدمج ما بين البريليوم واليورانيوم حتى نحولهم إحنا لما يسمى بالنانو باتريز أو البطاريات النانو، وتبلش هدول البطاريات تطلع على المشروع وكأنهم نوع من الكائنات الحية، وتحاول تأخذ من الإلكتريسيتي يعني تجمع طاقة في المشروع ويصير المشروع كامل مستدام. بالإضافة إلى أنه في الوقت الحالي إحنا عم نشوف في عنا كتير مخلفات من وراء الورشات البنائية أو من وراء الأبنية المهدومة، ففكرة المشروع هو شكله غريب لكن الشكل أخذ المنظر تبعه هذا الخارجي من الأدوات أو نحكي المخلفات اللي كانت موجودة في الموقع، ومن هون إجا المشروع كله كامل متكامل عشان يحكي مع الزمن والمكان اللي هو موجود فيه ويشتغل كنصب تذكاري. وتنشط رشا بالمشاركة في العديد من النشاطات المعمارية مثل المساهمة في محاضرات التقوية لطلاب العمارة والتحضير لدورات تدريسية غير موجودة في الأردن واستقطاب أساتذة محاضرين على درجة من التميز من الخارج. رشا، عادة أنت لما تكوني عم بتصممي من وين بتستوحي أفكارك؟ هو يعني كأي معماري أو نحكي لسه كأي طالب، أنا بحب أجمع صور كتيرة وبحطهم في مكتبة خاصة إلي لايبراري على سواء على الكمبيوتر أو على دفتر أو إلى آخره، وبحب أنا أقعد أتصفح هدول الصور وأنا بنفسي يعني البني آدم بصير يطلع مشاريع هو أو إنسبريشنز إله من خلال هدول الصور أو المكتبة الخاصة تبعته. رشا، شو الأنماط أو الأساليب المعمارية اللي بتعتمد عليها بتصاميمك؟ هلأ أكيد في كتير أنماط، في كتير مدارس فكرية معمارية، في منها المودرنزم، البارامتريك هلأ حالياً جديد، في كتير مدارس، لكن أنا بطبيعتي ما بحب أنه أنتمي لمدرسة فكرية أو نمط معين، بنفس الوقت بحب أنه أكون زي ما بحكي يعني زي ما بحب أحكي in between ما بين، لسبب بسيط أنه إحنا يعني بطبيعتي ما بحب أعطي ليبل لكل شغلة بعملها أنه هذا عن النمط الفلاني هذا عن المدرسة الفلانية، لكن هذا ما بغني أنه أنا لما بلشت في الجامعة بلشت بالمدرسة الفكرية اللي هي المودرنزم أو اللينير سكول أوف أركيتكتشر، بعدين بلشت أنتقل إلى البارامتريك مور وأحاول أدمج ما بين المدرستين. رشا، لو بدي أسألك وأحكي لك إنه من الشخص المثالي أو القدوة لك من هو؟ طبعاً بعد أهلي، بالنسبة إلي بحب أخذ قدوة إلي الناس اللي مش بمجالي لسبب بسيط، بحب الأمور الاجتماعية والإنسانية كتير وبتهمني، زي مثلاً ملالا البنت الباكستانية اللي هلأ عم تدعم الدراسة والتدريس في باكستان، بالإضافة لعالم ياباني ميتشو كاكاو، هو طريقة تدريسه للفيزياء والثيوري النظريات الفيزيائية والرياضية اللي هي تعتبر من أصعب المجالات التعليمية ممتعة جداً وبتخلي أي شخص مهتم بالعلم بطريقة أو بأخرى. شو الصعوبات اللي بتواجهيها أنت عادةً؟ هلأ الصعوبات هي بالأحرى ثلاث صعوبات،
الأولى هي إنه في عنا كتير variables للمشروع بالعادة، اللي هو أول إشي كيف إحنا بدنا نتحكم بالأداء الوظيفي اللي هو اسمه functions، كيف بدنا نحاول إنه نخدم users، كيف بدنا ندمجه مع الفكرة المعمارية، كيف بدنا نحط المشروع ويزبط على سايت معين على موقع، وكيف هاي ال variables كلها يشتغلوا مع بعض. بعدين كيف احنا بدنا انه to convey هاي الوظائف عشان تطلع ما يسمى بالفكرة المعمارية او الكونسبت اللي هو خوف معظم او رعب معظم الطلاب في الهندسة العمارة. واخيرا هي كيف احنا من خلال توظيفنا وحلنا لهاي المشاكل نحاول نقنع اليوزر ونقنع الجورر والمستخدم بأنه هذا هو نحكي الحل الأنسب لحل هاي المشكلة. طبعا أكيد ما في إشي اسمه الحل الأفضل أو الألتيميت سوليوشن تو سمثينج، لكن دائما في هناك شيء أحسن من شيء هيك بدنا نأخذه. طيب لو آخر شيء بدنا نسألك إياه ونحكي إنه رشا شو طموحها للمستقبل؟ طموحي هو إنه أرفع من شأن العلم بالدول العربية عامة وبالأردن خاصة، من خلال إنه أحاول ونحاول كلنا كمان ننتج شبكة تساعد من إنه تطور البلد أكثر بهاي المجال، وبالإضافة إنه مش بس لازم إنها تطور، هي فعليا لازم تتحول ثقافتنا بدل ما هي الموجودة حاليا إلى ثقافة العلم والمعرفة والحب الاستطلاع. ألا أبو حمدان رؤيا.